اه ولكن اي شنو هذا؟ حجله 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 حجله. اه غدا مشارينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا نتواجد بفندق البساتين في بني ملال لصعود جبل الثاني ان شاء الله. جبل مرفروف ان شاء الله. زاويه الشيخ. زاويه الشيخ خلي هذيك باش نديروا فيها الماء واللعيبات. كلها بالتيخ. زاويه الشيخ مالها؟ كلها بالتيخ. علاش كلها بالتيخ؟ هادشي اللي تيقولوا والله. مرفروف ياك سميتها الجبل هذا؟ اه مرفروف. اه هذه خليها هنا هي الاخرى. الدراري اخوان الساعدين غنشوفوا الانطلاقه دابا من بني ملال. فين فين هو ذاك الصبابط هنا؟ كلشي الصبابط. صافي كلشي صافي 5 5. وبسم الله توكلنا على الله ينطلق العداد طلق. احنا وصلنا لهاد البحيرة زاوية الشيخ اللي سميتها اكلمام زاوية الشيخ اللي هنا فين حطينا الرحال. نبدلو حوايجنا هنا. الجبل هو هذا. لا ام العز هي البدية. هذا سميتو البحيرة زاوية الشيخ. هاد البلاطو المدى فشتا كيكون نقطة الانطلاقة لهاد الصومي ان شاء الله غنوصلو لها. وداز المهم حنا غنمشيو نجيبو شويه الماء يكون مكلاصي ما عندنا سخن. غادي نطلعو لداك الجبل الراهو. المهم الماء ديال الجبل الراهو كاين حدا ديك الشجره الصفصافه. غادي نمشيو كما قلنا لكم. هذا هو بحيره زاويه الشيخ اللي تقولو ما اكرمام زاويه الشيخ. اكرمام بالعربيه هي بحيره. هذه في الشتا كتكون كامله عامره ثلج وفي الصيف هانتوما كتشوفو. المهم حنا غنطلعو لهي فين كاينة البلاكة. المهم هادي هي الطلعة ديال الجبل كما كتشوفو. التعليمات مرفوف ان شاء الله. هادي هي الطلعة ديالو. طلع الدور تمشي تشوف الطلعة ديالو متراسية ان شاء الله. سميتو مرفوف؟ لا ماشي مرفوف. لا 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 هذا غلطة. هذا عطيني المعلومات غلطة. هذا ديما المعلومات غلطة. المهم غنبداو نطلع من هنا ان شاء الله. كل حجرة وليدي. تبارك الله اللعابة ديالنا كاينة حتى الانترنيت. انا لعبت جبد مارس الريزو ما كاينش.
خسر لي الفيديو، واش خسر لي؟ لا جائزة هي فراكة بلازما، فهمتي؟ بلاكة مخبية، ولكن كيبان لي أن أنا البلاصة العالية هي هذيك اللي الفوق فين كاين الشجرة، في إطار البحث على البلاكة. المشكلة ما كيعلموش بالحجر، السبع طالع غوت غوت نسمعو. الله يعوج لك الايام، حتى تنعس ما تعرفش ليه. كتشوفنا هاد المريرة منين جات في هاد المفرد ديال المريرة؟ هاديك أمريكي وصلتي؟ داروا هادوك الفيديو ما جبناهش باش نزيروا هاد العيبات. شنو هاد القمة هادي؟ وارفروف على سلامتكم الإخوان، أنا هو دوك لوليافغ ديالكم سبقتكم باش نوريكم الناس. واحد اسمي طبس، كيفاش كيدير طبس؟ هو الان سنغادر. وداع. او كيفاش كانت القمه هذه؟ قمه رائعه زوينه. شحال ديال الوقت الصغرى؟ ساعة ما كاملاش ما كاملاش. ولكن اي شنو هذا؟ حجله غدا مشالينا زقلنا الغدا. اي 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 حجله مشات قليل شدو احفر هذه هذيك سميتو حلوف الحلوف هو اللي كيحفر. هنا قرب البسطو جبل صافا بخير، طلعت نزل بساعة ونص. المهم حدي راسكم من الحجر شكون هابطين كيزلق تقريبا نقول وصلنا. وصلوا للوطيع. أولي أولي جيناكم جينا.